لم يمر راشد الشمراني إلى عالم الفن من تحت الكراسي وإنما من فوقها. تسلم الله يطول عمرك. فالمونولوج القصير الذي أداه الطالب الصغير في ابتدائية الخرج عن أضرار التدخين أشعل الجذوة وأبقاها متقدة 25 عاما. إيش فيك أنت؟ ممكن واحد ينسى أي شيء إلا أنك تنسى زميل دراستك وصديق عمرك. تضيء الدرب نحو قمة الجبل وتحمي الروح من زمهرير الإحباط والتكاسل. لا 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 يا أم خالد أرجوش، يا أم خالد أرجوش. فالممثل السعودي الذي تقسمت حياته بين 6 مدن سعودية لم يرهقه الترحال ولم تدب وخزة تعب ولو صغيرة في جسده. في مشكلتي. وإن كان الدخول إلى خشبة المسرح يشبه الصعود إلى المذبح كما يقال، إلا أن الممثل السعودي الدكتور كان يحيا في كل مرة يكون فيها فوق خشبته. هذا أمر مكتوب لنا ولازم نرضى بقضاء الله وقدره. وإن كان مسرح الابتدائية في الخرج فتح له البوابة الأولى. رجاء ما تفتحيش الموضوع معي هذا مرة ثانية. وصار الطالب الصغير ممثلا كبيرا يحمل بيده اليمنى شهادة أكاديمية رفيعة وفي يده اليسرى شهادة فنية ثمينة. تقول لي مبروك طالب. مبروك. تقول لي مبروك ولو. مشاهدي سباق المشاهدين، رحبوا معنا بالفنان راشد الشمراني.